ساحات بغداد عنوان من عناوين العاصمة العراقية وتاريخها العمراني، ساحات تأخذ أغلبها أشكالاً دائرية نسبة إلى التصميم الذي أسست عليه العاصمة العراقية، لكنها تعرضت للإهمال خلال العقدين الماضيين. حملة بغداد أجمل التي أطلقتها أمانة بغداد بدأت مؤخراً العمل على إعادة إحياء رونقها ضمن إجراءات تهدف إلى تطوير العاصمة وإيجاد حلول لمشكلة العشوائيات. ما يقارب يعني 19 مشروع ما بين مجسرات وجسور وأنفاق وتأهيل للساحات والشوارع الرئيسة، كل هذه الحملة تشهدها الآن العاصمة بغداد، فضلا عن حملة الجهد الخدمي والهندسي اللي استهدف مناطق العشوائيات ومناطق التجاوزات. كل ساحة من ساحات دار السلام تحمل قصة ساهمت في كتابة تاريخ العراق الحديث. فساحة الفردوس شهدت نجاح العديد من ثورات الشعب العراقي ضد الاحتلال الإنجليزي، لكنها لن تنسى يوم 9 نيسان 2003. أما ساحة التحرير بنصبها الذي يرمز إلى كسر قيود الظلم والاحتلال، فكانت هي الأخرى شاهدة على أكبر انتفاضة شعبية سجلتها أحداث العام 2019. هناك رؤية واضحة لأمانة بغداد من أجل جعل بغداد أجمل من خلال إزالة المشوهات في العاصمة، تطوير الشوارع، الساحات، التقاطعات، استغلال المساحات الواسعة وتحويلها إلى مناطق خضراء، إنشاء الحزام الأخضر للمدينة. من ضمن الحلول اللي أيضا هو حلول مشكلة السكن، اليوم احنا وقعنا مشروع مدينة الصدر العقد الاستشاري، هذه المشاريع ستقلل وتحد من العشوائيات. ومنذ انطلاق الحملة أعيد إعمار وترميم أغلب الساحات الرئيسية في العاصمة العراقية على أمل إرجاع رونقها المعهود. من ساحة كهرمانة إلى الفردوس ثم السعدون وصولا إلى ساحة التحرير، ترتبط العاصمة العراقية بشبكة من الساحات التي تصل شوارعها الرئيسية بعضها بالبعض الآخر، وإعادة إعمار هذه الساحات بمثابة إعادة نبض الحياة إلى قلب العاصمة. حيدر الأسادي، سكاي نيوز عربية، بغداد.